ذهب الثعلب المحتال إلى بيت الدجاجة الصغيرة الحمراء. ذهب إليه واختبأ قريبا منه حتى لا تراه الدجاجة. خرجت الدجاجة الصغيرة الحمراء من بيتها الصغير. خرجت من بيتها وتركت الباب مفتوحا. الثعلب المحتال رأى باب بيت الدجاجة مفتوحا. دخل الثعلب المحتال إلى بيت الدجاجة. رجعت الدجاجة الصغيرة الحمراء إلى بيتها ومعها حزمة من الحطب. الدجاجة الصغيرة الحمراء رأت الثعلب المحتال فخافت. الدجاجة الصغيرة الحمراء المسكينة خافت كثيرا لما رأت الثعلب المحتال. ضحكت الدجاجة الصغيرة الحمراء وقالت للثعلب المحتال: ها ها، أنت لا تقدر أن تصل إلي، لا أنت لا تقدر أن تمسكني. قال الثعلب المحتال: لا تضحكي أيتها الدجاجة الصغيرة الحمراء، سوف أمسك بك بعد قليل. وبدأ يدور حول نفسه. بدأ رأس الدجاجة الصغيرة الحمراء يدور ويدور وهي تنظر إلى الثعلب. ظل رأسها يدور حتى داخ. ها ها، ضحك الثعلب المحتال وفتح كيسه، فوقعت الدجاجة الصغيرة الحمراء فيه. أخذ الثعلب الدجاجة الصغيرة الحمراء ورجع إلى بيته فرحانا. مشى الثعلب المحتال كثيرا حتى تعب، فجلس ليستريح قليلا. عرفت الدجاجة الصغيرة الحمراء أن الثعلب نائم، فأخرجت رأسها وهربت. وضعت الدجاجة الصغيرة الحمراء حجارة كبيرة في الكيس قبل أن تهرب. صحى الثعلب المحتال من نومه وحمل الكيس على ظهره ومشى. وصل الثعلب إلى بيته وقال لأمه فرحا: هذه المرة قدرت أن أمسك الدجاجة الصغيرة الحمراء. فتح الثعلب المحتال الكيس ورمى الحجارة في الماء. تناثر الماء الحار على الثعلب المحتال فمات، وتناثر الماء الحار على أم الثعلب المحتال فماتت. ثم عاشت الدجاجة الصغيرة الحمراء سعيدة جدا في بيتها الصغير في الغابة. Thank you for watching. If you like this story, please subscribe and like us. We will have much more stories coming in. Bye bye.